Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anakku sekalian Kita hari ini belajar lagi Tilawati Jilid 6 Halaman 20 Bagian Surat Ar-Rahman Baik kita mulai pembelajaran hari ini Ustadz akan membaca Kalian di rumah simak bacaan Ustaz ya اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان صدق الله العظيم